لله يا محسنين لله، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، لله يا محسنين. ايه ده؟ قرش؟ الله يخرب بيتكم. لله يا محسنين لله، لله يا محسنين لله، من قدم شيء بيداه التقاه، عاجز نظر يا سيادي. برعي فردوس تأخرت علي. العربيات في الشوارع راكبها 60,000 عفريت، الواحد لو غفل شوية يروح في شربة مية. بعد الشر عليه. مش نتقابل عندي أحسن بدل البهدلة دي؟ تلاقي الناس دلوقتي عمالة تبحلق فينا ويضحكوا. يعني انت شايف حد يا برعي؟ أنا عارفهم من غير ما أشوفهم، ما يسيبوش حد في حاله أبدا. يا فردوس طوعيني، في البيت هنبقى على راحتنا عشان نعرف نتكلم. تعال تعال تعال. تعال فردوس. ما حدش شافنا؟ واحنا شايفين حد. الناس كلها الناس كلها. لا 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 الناس كلها. يا فردوس. لا 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 اوعى يا برعي، داني غلبانة وحدانية. احنا الاتنين غلابة ومالناش غير بعض. احنا عمري زي بعض يا فردوس. لا لا يا برع، اتجوزني الاول يا برع. بس لوحدين. لا حرام عليك يا برع، حرام يا فردوس، حرام عليك يا برع. لا 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 اتجوزني الاول بعدين برع. بعدين يا فردوس. الشوارع ومد الايد. انا هستناك في البيت كل يوم، وعمل لك بايديا لقمه تاكلها. لقمه؟ همك على بطنك، عايز تاخدي بيتي. انت مش بتحبني يا برعي عشان خاطري؟ الهي لا يسيئك، ده انا وليا وغلبانه ومليش حد. استر عليا ولمني. هو انا مش بني ادمه برضو؟ لا
انت شحاته. يعني ما ينفعش اتجوز زي ما خلق ربنا؟ لا ما تنفعيش. انت بتحرجيني على ايه؟ عشان تقعدي معايا في العشه؟ طب ما تقعدي. هو انا حيشك؟ بس تصرفي على نفسك وعليا اذا امكن. يعني هنقعد مع بعض من غير جواز يا ابو راعي؟ قولي افهميني، الجواز ده مش لينا، ده للناس التانية. بس ده حرام يا ابو راعي. حرام وحلال يا بهيمة، احنا شحاتين. ما تفلحنيش، انا مش ناقصك. خلينا ناكل. لله يا محسنين ربنا يعمر بيتك، ربنا يعمر بيتك ويفتحها في وشك. ابر بوابير. بالله يا محسنين جلد حنفيات. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. عاجز نظر يا سيادي. لله يا محسنين لله. بقالك زمان ما بتجيش البيت، انت بخصماني ولا ايه؟ انت مش هتتجوزني يا برعي تاني يا فردوس؟ انت ما حلتكيش غير الحكايه دي. يعني هتطلع ابنك ابن حرام؟ ايه؟ انا حامل يا برعي. معقول؟ حال حال على الله يطلع ولد عشان الواحد يتعجز عليه. طب اتجوزني بقى. اتجوزك. شبحيلك يا فردوس، ساعديني يا اختي، ربنا وياك. خلصينا بقى خلصة روحك، انت هتفضلي طول الليل تولدي؟ والله طلقة واحدة وربنا يجيب التسهيل. اطلقي اطلقي يا اختي، ربنا وياك. ولد ولا بنت؟ بنت. ادينا سبايلك على الفكه. فكه والله ما انت شايفاها بقى بعد الغلب ده كله. جايبه لي بنت؟ خديها اتلفعي بيها. بنت هي عمية ولا مفتحه؟ لا يا اختي مفتحه وعينيها مزقزقه زي الفصه اهي. الحمد لله. مد ايدك يا اختي. يا خرابي فردوس ملك يا اخي. فردوس يا خرابي. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. كريم يا عاجز نظر رب. يا سيادي منقدم شيء بيداه التقاه وهنيه لك يا فاعل الخير. كريم يا رب. بنت مرزوعة، بنت مرزوعة. ايه يا بنت؟ قومي كريك لقمة. مش عاوز. يا بنت قومي اطفحي. مش عاوز. اما رح تنزلي ازاي الشغل بكرة؟ طب اسمعي، خدي غطي الاكل اوعي تنامي. انا نازل ومش هعوق. اسطى 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 بقى فعلا يا رئيس. يا رئيس افتح يا رئيس. يا رئيس يا رئيس افتح يا رئيس. سيبه ايه ده اعمى وحكروته وهرجع لي. لا سيبه يا بنت، اوعي تنيله رزق هناك. خش يا خش يا رئيس. عيش ايه عاوز ايه؟ وده وقته؟ عيش يا عيش عيش عيش. عندك حد؟ وانت مالك انت؟ طلع اللي عاوز تجمده وخلصني. خليك صريح معايا، اذا كان عندك حاجه كويسه قول لي وانا مستعد ادفع اللي انت عاوزه. اقول لك انت؟ ده انت جربه ما بيهونش عليك تاتي. لا 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 المره دي هيهون، غير المره اللي فاتت ما كانش معايا فكه. يا رئيس ايه رايح فين؟ خليك حنين يا رئيس، خليك حنين. يلا ادفع لك اللي انت عاوزه. يا راجل اسكت واقعد ساكن. اسكت طلع اللي عايز معاك وخلصني. يلا ورايا شغل. ايه طيب 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 يا رئيس. ايه
حابك ايه يعني تيجي دلوقتي؟ انت سبعة واربعين هتبقى سمسار وحرامي كمان مع خمسين. طب اقسم العمولة بتاعتي. لا لا ما تخصمش حاجة، خد انا عاوز خمس ورقات صحاح. امال لو كنت مفتح كنت عملت ايه؟ كنت فتحت بنك زيك وسرقت الشقة الغلابة اللي زيي. اصحي معايا يا بت، احنا لسه العصر. كريم يا رب. انت هتفوقي معايا ولا رايح خبطة ابلعك مصارينك؟ بت يا مرزوقة، انت رحت فين يا بت؟ حتى هديك حاجة يا بت، بت يا مرزوقة. اديها يا عم اديها. مرزوقة اكل يابا اكل. الله، كنت فين؟ كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ جبتي منين؟ يا بت جبتي منين؟ كل كل يا بت عشان تتخني. لله يا محسنين لله. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، وهنيا لك يا فاعل الخير والثواب. قربي يا بنت على العربية، قربي. عاجز نظر يا سيادي محتاج حسنة الله. كريم يا رب. يخلي لك الست يا سعادة البيه ويهنيكم ببعض، قمر والنبي قمر. حظك حلو، مفيش فكة. إلا يفك ديتك ويوسعها عليك ويكتب لك في كل خطوة سلامة يا كريم. إداكي كام يا بنت؟ لا يا بابا. يا لهوي. قولي يا بنت. واللي النبي مرعتك هات الجنيه، هات الجنيه يا حمية. طب تعالي بقى، هات الجنيه، قطع ايدك، قطع يا بنت. دي بنت الايه؟ هات الجنيه. انت طعم قوي يا بنت، خدي استني وعلي حسنة كمان نص ريال. بقولك يا بنت ما تسيبك من الشحاتة وتيجي تسرحي معايا. استني يابا، استني يابا، استني يابا، استني يابا، تعالى يا يالا. انت ماشي ورانا ليه؟ هو شايع ابوكي؟ بنشحت فيه وانا بلقط فيه. انا نشحت وانت تلقطه؟ براو عليك. عجايب. قمر الواد اللي كان عاوز يلعب منك اللحلوح يا بنت ده شكله ايه؟ حلو يا حلو. حلو يعني ايه؟ تحل وبرك. يو مش انت اللي سألتني؟ كان عاوزك ايه؟ تشتغلي معاه؟ حرمية زيه؟ يعني شفتني جريت وراه خلاص؟ بس ايه رايك بقى انه واد جدع؟ اداني فوق الدليفري. وايه كمان يا بنت؟ ما قلنا خلاص بقى راح لسابين حاله. ما يا بنت لو عينك زغت كده ولا كده انا هكسرك. هزوك فين بس؟ هو انت بتفرقني ليل ولا نهار؟ يلا الاكل جاي، تعالى كل. يا بنت انا بتاع الجنيه. ابويا ابويا. طيب طيب خلاص خلاص خرابي. امشي امشي هتوديني في داهيه. بس بسنة نتقابل يا حلاوة. في يا مرزوقة؟ بنت مرزوقة في ايه؟ مفيش حاجة يابا، النام لسه بدري. بتعملي ايه يا بنت؟ ابدا بس حامة. ليه؟
هو بكره العيد؟ لما انت مسبسبه شعرك كده هنشتغل ازاي يا بنت؟ الله، ده انت مغيره هدوم الشغل كمان. ده ما كنا خدنا اجازه احسن وقعدنا قدام المرايه. يابا الناس بتحن على النضاف دلوقتي اكتر. فالحل امك. طب بقى شفت واحد شحات لابس بدله نضيفه ومكويه وفي ايده ورقه. اهم دول اللي بوظوا الصنعه. جاتك البلاوي انت وهم. شوفي شغلك وبلاش غلبه. كريم يا رب. حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وهنيه لك يا فاعل الخير. شفتي اهو محدش راضي يبز علينا بمليم عشان خلقتك. ده انت غسلت شعرك بصابون بريحه يا بت. الله، انت هتمسك لي على الواحده. طيب شوفي شغلك يا باشا. خدي قرشين اهم هات لنا بيهم شويه طعميه. قرشين على العيش ده كله ليه؟ احنا هنشمها؟ لا يا روح امك، حلفها في سجاير. خدي خدي قرش اهو خليه يتوسط يا بت. وش هتنا شويه ترشي وبتنجانه مخلله. طيب وشويه سلطه يا بت. لله لله يا محسنين لله. حبك يا ابيض. الله، هو انت ايه اللي عامله في راحك ده؟ اصل انا النهارده عندي رندفو مهم قوي. بقول لك ايه يا حلاوه، ما تيجي شويه نقعد مع بعض علشان نتفاهم. فين ان شاء الله؟ في الشغل. ما يحكمش يا بت، هاكلك الشاه، هلففك الدنيا، هوريك اللي عمرك ما شفتيه. بصفة ايه ولا مؤاخذه؟ اي صفة تعجبك. زمايل والغلة بالنص. حرامية؟ يا بت، الاوتوبيس الواحد نطلعه انا وانتي. انت تقفلي وانا لقط ننزل منه بالشيء الفلاني. لا يا عم، حل عن سمايا. انا مش فاضية لك. الله 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 الله، ويهون عليك العشرة برضه. كده اهو، ولا كأني لهفت منك الجنيه ولا اتخانقنا مع بعض. كده تمشي ولا كأن حاجة حصلت. طب سيب ايدي بقى وروح لحالك. طب اسمعي، بلاش تسرحي معايا. بصراحة بقى يا بت، انت دخلتي مزاجي وعششتي في نفوخي. بس بذمتك وحياة ابوك الضرير اللي قاعد هناك ده، انا برضو ما دخلتش مزاجك. طب سيب بقى. يوه، ايدي هتسيبك لكن قلبي مش هيسيبك ابدا يا طيب. عسل، ودين النبي عسل. يا لهوي بنمسي ليلتك سودة. ايه اللي جابك هنا؟ طب نرد الميسه الاول. انت عايز مني يا كده؟ انت سيبني في حالي. ما اقدرش يا حلاوه. ويديني النبي اصوت والم عليك اهل الحاره. الله بقى، هما كلمتين ورد غطاهم. لا بقول لك ايه، انا لو مشيت من هنا مش هرجع تاني ولا هتشوف خلقتي. انا مش بتاع اللون ده. طب عايز تقول ايه؟ ما ينفعش هنا يا حلاوه. تعالي معايا. اوعى كده، هتوديني فين؟ تعالي بس. يخت، عاوز ايه؟ امل لي عيني من حلاوتك. انت اسمك ايه؟ سرسم. سرياقوسي. عسل. حد في الدنيا اسمه سرسم؟ يعني انت اسم الله اللي اسمك نازله؟ لا، ملزوقه. مرزوقه وبتشحتي. وماله؟ شغلانه شريفه مش احسن من السرقه والسرمحه في كل حته ورا اولاد الناس. انت حلوه قوي يا بنت، يخرب بيت سنينك. ايه الطعامه دي؟ ما تيجي نقعد. لا انا عاوز اروح. تروح ده ايه؟ لسه بدري قوي. اقعدي اقعدي. انت باين عليك خيام قوي. يعني ايه؟ يعني لسه بخيرك، لا روحتي ولا جيتي. الراجل الاعمى ده حاجزك عن الدنيا. نصيبي كده، ابويا وانا بنته. وبعدين بقى ما تقعد بقى ادبك. يو، ما تنشفيش دماغك معايا امال. Thank you.
هتجنن يابا. نفسي اكل كوارع. امشي يا بت. لا مانيش ماشية. بت يا مرزوقة يلا. مانيش منقولة. الطعمية والترش هربطني. هنخش ولا لا؟ تعالي يا بت هجيب لك حلاوة طحينية. يا كوارع ولحمة راس يا مانيش منقولة من الحتة دي ها؟ اقولك بقى. طيب طيب يا دينية يا بنت الدينية. هات. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. هات. خمسة. إيه ده كله يا بنت؟ إحنا عاملين عزومة. كل. كل يابا وبري نفسك. على مقلك شوية يا بنت. انت بتاكل من رخيصة دي؟ يا عم. نعم. هات لنا منبار وحدتين فيش ها؟ حاضر. في طبق كبير. انا حاضر. احبك يا ابيض. يا ريس. ها يا بيه. هات لي جبهة وجهارة وفتة. انا يا بيه. واحد جهارة وفتة. عم يا عم عم. هات لنا جوهرة احنا كمان. حاضر يا جوهرة. ايه يا بنت؟ انت هتاكلي ولا هتتسيقي؟ ما تجيبش حاجة يا عم. بتحاسب يا عم. ايدك على 5 جنيه. يا نهار اسود ليه؟ هو الحساب مظبوط. ليه؟ كان خروف؟ طلع على ندالك البوليس. انا اللي هجيب لكم البوليس يا نور يا حرامية. يا بوليس يا بوليس. بقول لك ايه يا حضرة؟ هتدفع بالذوق ولا اقطعك بالسطور واعملك كفتة؟ ومعاه سطور يا بنت. اه ده حرام. انا مش هقدر ادفع غير يا شفطة. بس ده احنا غلابة وعلى باب الله. ده احنا شحاتين يا عم. هتدفع يعني هتدفع. خلاص يا عم هندفع هندفع. سيبه بقى. طب يلا حاسب. كله منك يا وش المصايب. عاجبك كده؟ شهر بحاله اللحمة مش هتخش جوفك. ايدك على الفلوس. استنى. خدي خدي وعديله. هات الحساب. خد حسابك كام يا ريس؟ حرامي حرامي الحقنا معلم. اوعى كده سيبك يا طهانة. اقول لك ايه حرامي ولا ايه؟ انت بتكلم مين؟ جريان. انت ما حدش مالي عينك. سيبولي. طب تعالى بقى. فين يا بنت فردوس؟ هتعمليها زي امك؟ بعد العملية. علي علي يا بنت انا بلعت مصاريني. اتفضلي. انت شايفه انا بصرف عليك قد ايه؟ عرفت يا ابا. كل ده علشان مستقبلك وانك ما وفرت فلوس. يا ابا. ام خيش. ام خيش. خش خش يا بنت. ام خيش. ايه في ايه؟ خش. ايه في ايه؟ ولا رجل ولا عين؟ اللي تشوفيه. سكة واد كويس. واحدة ما بعلمها. رخيخة كويس. واحدة ما بعلمها. سكة واد كويس. يا خيخة يا ابن الخيخة. بنت يا مرزوقة.
لله يا محسنين لله. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. مرزوقة مرزوقة انت يا مرزوقة، انت فين يا بنت؟ لله يا محسنين لله، لله يا محسنين لله. زعل عماني اكثر ما نعمة. انا عينيا كانت زي عينيكي كده، عينين صقر، لكن الله يرحم ابويا مطرح ما راح خزقهم لي. الصنعة تحكم علشان يضمن مستقبلي. انا كمان كنت عاوز اضمن مستقبلك. عارفة لو مشيتي مع الواد الصايع ده مستقبلك هيضيع. النهارده لما سبتيني يا بنتي حسيت بقيمتك وحسيت بقيمة النصر. امال انت قاسي كده ليه يا كيه؟ تحاسبيني النهارده، اعملي معروف يا بنتي، ما تسيبينيش بعد كده. انا لو كنت عايز اسيبك كنتش رجعت تاني. شفت يا سرسة؟ كان هيعمل لي عاهة. يا نهار ابوه اسود، ليه؟ خايف عليا منك. وانت عملت ايه؟ عمله ايه؟ ده ابويا مهما كان. ابوكي؟ اسمعي يا بت، مش يمكن يخليكي نايمة بالليل ويعمل لك العاهة دي برضو؟ لا. ليه بقى؟ هيخاف عليكي؟ اه. همشي بقى احسن يصحى. طب استني، هستناك في المكان ايه بالليل. طيب. ايه الطعامة دي يا بنت؟ يوه سرسة، عليا النعمة، انت لو لبستي وتنظفتي هتبقي اجدعها واحلاها من اجدع هانم. اقصى عليك يا سرسة، وانا مش عاجباك كده؟ اوعى تقولي كده يا بنت، ده انت قاعدة ومربعة جوه انا خشيش قلبي. مرزوقة مبسوطة يا مرزوقة؟ قوي، زي اللي ما كنتش عايشة قبل كده. هشوفك تاني امتى؟ بكرة وبعده وكل يوم. طب وابوكي؟ لو قيتني بسلاسل هكسرها واجيلك. تعرف يا مرزوقة، انا الود ود اخطفك منه.
واشتري لك احسنها قصر وافرشولك حرير في حرير واملهولك خادم وحاشم. حيلك حيلك دوختني منك لله. انت تستاهل اكتر من كده مرزوق. بس اخ اخ لو بايدي. عارفه يا مرزوقه انا مش اقل من اجدعها واحد في البلد دي. بس اخ اخ لو البليه تلعب هتشوفي سرسق تاني خالص. لا يا اخويا انا عايزه سرسق اللي بحبه. التانية هتحبيه برضو يا بيت. سلام. عارفه يا مرزوقه انا كان ليا واد صاحبي اسمه حنكش كان زي حالاتي كده وقعله على حتة تهريبة مخدرات انما هي دلوقتي بقى ملك. لو شفتيه ما تعرفهوش. شفته ديك النهار راكب حتة خنزيرة وجنبه بنت صنيورة انما قشطة. قلتلي بقى عينك راحت على صنيورة طبعا. فاشر يا بيت ده انت ضفلك برقبتها. يا حبيبي يا سرسل النهار هيطلع واحنا قاعدين نتكلم. انا عايز اروح بقى. طب يلا وصالك. رحتي له برضو؟ انت صحيت؟ انت يا بت رحتي له ولا لا؟ الله رحت له. وبتقوليها بلسانك يا بت ما تسمكسبها من روحك. هو دي للنبي لو قربت مني هسيب لك الدنيا وهرجع. عشان تروحي له بس كده. خلص عليكي مش هسيبك الا قطع النفس خالص. يا بنتي يا مرزوقه لو صحي هيموتك. خلي معايا يا مرزوقه خلي معايا كل دي فلوس. دي فلوس انا. ايه بقى انت كل دي فلوس يا بنت مرزوقه فلوس كتير قوي. خلاص يا مرزوقه بقينا غني بقينا اغنى ناس في العالم يا مرزوقه. ايه بعيدك ايه؟ ايه يا بنت سرحت كده ليه؟ الله سرسه انا بحبك بس الفلوس دي فلوسي انا واتصرف فيها بمعرفتي. الله 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 بتخونين يا بت؟ واخون صوابع كمان. الله امال ناويه تعملي ايه يا مرزوقه؟ ناوي اعيش بيهم واتمتع بس بمزاجي انا وبتصرفي انا. عاجبك ولا شيلهم واتوكل؟ انا كمان ما
مقدرش اعيش تحت حكم حرمه مهما كان كده. طب استاذن. مع السلامه يا مجنون. يعني ايه؟ انت عايز تقفل قرشين وتطلعني يا شلوتي ملوتي؟ مين قال لك كده مرزوقه بس؟ يا بنت الناس الفلوس فلوسك، انت حره تصرفي فيهم زي ما انت عاوزه، حد الله ما بيني وبينه. طيب عندك شنطه؟ شنطه؟ ده انا لو ما كانش عندي اخلاق لك 20 شنطه يا حلاوه. اهو عم ريش جبتهولك. اطلع انت يا عوكل واقفل الباب وراك. خبر ايه يا بورع؟ مصيبه مصيبه يا ريش، خرب بيتي، قطم وسطي، اخرع شعر عمري كله. اهدى بس، اهدى بس انت واحكي لي الموضوع بالظبط. الفلوس خلاص بقت تحت امرك، نفسك في ايه بقى يا بت؟ اكل. كويس، وبعد الاكل؟ اكل برضه. ايه يا بت انت مفجوعه؟ يا بت في حاجات اهم من الاكل والشرب. هو في حاجه في الدنيا اهم من الاكل؟ في نسكن بقى، نقب على وش الدنيا، نسكن في شقه مفروشه ونشتري عربيه. هنطور؟ هنطور ايه يا فقريه؟ مرشيدس خنزيره يا بت، عربيه خنزيره. ونشتغل ونشغل الفلوس دي بقى ونكسب، نكسب كتير بدل ما تضيع في كلام فارغ. هو الاكل كلام فارغ؟ صحيح، اصلك ما جربتش الجوع، ما عرفتش يعني ايه تبص للفيد اللي قدامك وتشتهي لحد ما يجيلك مغص. انا قضيت طول عمري جعانه يا سرسب، حتى رضعت امي ما خدتهاش، كانوا بيردعوني بدل اللبن ميه بسكر وساعات ميه حاف. رئيس رئيس رئيس. اهلا يا برعي. انت جاي تجمد؟ انت عارف انا عاوز ايه. بس لو تريحني يا برعي وتقولي الفلوس قد ايه. انت مالك انت؟ انت عاوز تورثني بالحياه؟ انت عليك تجيب الواد والبنت قبل ما تضيع الفلوس وتاخد اجرتك؟ طب تعالى بس هنا، تعالى. بقول لك ايه يا برعي؟ اللي اوله شرط اخره نور. انا هاخد ربع الفلوس اللي هتلاقيها معايا. الله يخرب بيتك، هو موت وخرب ديار. الله يخرب بيتك. اسحب بيتك. خلاص خلاص، خليهم يروحوا عليك كلهم. ولا اقول لك روح بلغ البوليس عشان يفتحوا لك محضر بقى، وسين وجيم، وجبت الفلوس دي منين وطلعتها فين ونزلتها منين، ولما يعرفوا ان انت شحات يحطوك في التخشيبه يا حادق. انت بتخوفني؟ لا بنورك، انت عارف الفلوس دي عايزه رجاله تقلب مصر كلها عشان تلحقها قبل ما تطير يا بورعي. لا الربع كتير، الربع كتير، الربع كتير. خلاص الباب من هنا، الباب من هنا. ريح نفسك يا بورعي، إذا ما كانش عاجبك دور على غيري. مش عاجبني، وهدور عليهم بنفسي أنا. اللي ريحك بقى. ليه يا مرزوقي؟ ليه يا مرزوقي؟ ليه يا مرزوق؟ ليه يا مرزوق؟ ليه كده؟ وهتبتدي من امتى؟ من بكره الصبح. بس الربع كتير، كتير قوي. ولا اقول لك خد الربع وسيب لي الثلاث ارباع. خش برجلك اليمين يا مرزوقه. خد يا عم حسين جنيه اهو. ايه استنى يا عم حسين. هديله ايه؟ خد 10 حته بخمسه اهي. متشكرين. اتفرق. وصل وصل بقى. انت اللي عاوز تشغل الفلوس وتزودها، ده انت هتبعزها بقشيش ومنظره. منظره؟ هو في منظره اكتر من اللي احنا فيها دي يا بت؟ يا سلام بقى بذمتك يا بت يا مرزوقه، كنت تحلمي حتى تشتغلي في شقه زي دي؟ والنبي زي اللي اكون بحلم بصحيح. عشان تعرفي ان الدنيا فيها حاجات اهم من الاكل والشرب. هتبوسه بقى. لا بعينك يا بنت. هتبوسه بيه. ايدك هتنكش لي دماغي، ده انا دافع فيها الشيء الفلاني. والله ورحت للكوافير يا بنت برعي. طبعا
طب هاتي بوسه بقى وانت بتكوفيها. يوه يا واد اختش يا واد. ما انا هختش اهو. هاتي بوسه. بوسه واحده. انا خلاص عجزت وعاوز بنت تعكس علينا. مفيش غير البنت اللي يعمل. بنت اللي يعمل. انت بنت. مش دي البنت اللي كانت بتشتغل مع المعلم دبوس؟ هي دي. انت بيقولوا عليها عبيطه وهبله. هبله؟ هبله ده ايه؟ الله، مش انت ابو البنت مرزوقه؟ ايوه. لا انا ما اشتغلش معاه. ده انت لوده وبخيل وما تبزش بالقرش. ده انت كنت مجوحه. كنت ركزه يا بنت، عندي 50 قرش في اليوم. لا، اقل من جنيه انا ما اخدش. اه، وياكلني كمان. ليه؟ فاتح مصمت؟ ايه ده؟ انت باين عليك مناكف ولا ايه؟ اقل من جنيه مش هاخد. عاجبك ولا مش عاجبك؟ اه انا بقول لك اهو، ما كانش عاجبك شوف لك واحده تانية بقى. اوعى كده. ده كيلو لحمه ب 4 جنيه، السيمه ب 50 قرش. انت بتخش السيمه؟ اه، امال فاكرني هبله ولا ايه؟ يا لوي كده بلدتها؟ تبقى تفوق فيها الشيء الفلاني. هي يا بنت لازم تعمل كده. بوم. خد امسكي كاسك. استني استني. مش نشرب سوا ولا ايه؟ استني. في صحتك. ليه؟ ده سين بين اللي بيشربوا يخبطوا الكاسات في بعض كده ويقولوا في صحتك. قولي بقى زي كده. في صحتك. في صحتك. بس بس واحدة واحدة، مش على طول. اشربي زي بتوع السيمة. انتوا عمرك ما شفتي السيمة؟ شفتها مرة في شارع السد، كانوا نصبينها والناس بتتفرج عليها. كان نفسي اتفرج عليها انا كمان، بس ابويا مرضيش. وكانت شادية بتغني: فتح الهوى الشباك والنوم طار مني. يا عيني يا عيني. والهوى يهفف. آه. وهي تغني. الهوى يهفف وهي تغني. سرسوق. ها. هتدخلني السيمة؟ هدخلك سيمة ومرسح وكباريه. بنت يا مرزوقة. تيجي ننزل في الشراتون. ودي بفلوس كمان؟ هو في حاجة ببلاش اليومين دول؟ لا يا اخويا، أنا عايز أخش سيمة الشرق في السيدة. والنبي يا سرسوق، طول عمري نفسي اهرب من ابويا واخشها. يا بت يا عبيطه، سيمه الشرق ايه وبتاع ايه؟ ده انا هدخلك اجدع سيمه والففك وفساحك ومنجهك على الاخر. طب ما تيجي نتجوز. اشمعنى دلوقتي؟ عشان ما بقى معايا فلوس؟ انا بحبك من ايام ما كنت شحاته. انت زعلت؟ حقك عليا. ما انت عارف انا عشت ايام اسود من ارض الخروب، ومش عايز ارجع لها تاني. مش قدي يا مرزوقة، مش قدي. انت على الأقل كان معاك أبوكي. إنما أنا خرجت للدنيا ما لقيتليش حد أبداً. أنت ما كان لكش أهل؟ أهل. وعيت ما لقيتش غير ست عجوزة قالوا لي إنها عمتي. عشان تتخلص مني شغلتني عند واحد نجار كان يضربني بسبب ومن غير سبب. كل ما يشوف خلقتي يلطش لي مش عارف ليه. كان نفسي قوي اتعلم الشغلانه، لكن ايده الطرشه خلتني اسيبه واهب اهرب. لما هربت اتلميت على شويه عيال صيع، والباقي بقى انت عارفاه. خلاص يا سرسق، الايام دي راحت في 60 داهيه، ودلوقتي خلاص بقينا اغنيه. الفلوس دي لو ما شغلناهاش هتطير يا مرزوقه صدقيني. ياه، تاني يا سرسق؟ تاني وتالت ورابع، وهتني وراك لغايه ما توافقي. هم عمليتين ثلاثه في المخدرات، دي مكسبها حلو قوي. ايوه يا اخويا، وخسارتها تدخل اللومان. لا، هم عمليتين ثلاثه وبعد كده نشتغل في الحلال المضمون. لا بلاش الحكايه دي خالص. عاجز نظر يا سيادي. ما تردي يا بت كريم. يا رب ردي زي الناس يا بت الهبله. بنت يا نعمة. ايه؟ فوق معايا بنت جاتك مصيبة. كان يوم اسود. فتح عينيك كويس يا بنت. عارفة مرزوقة؟ مرزوقة؟ اه. مرزوقة بنتك. اسم الله عليك، عارفاها؟ اه. بص عليها، فتح عينيك كويس، ولو شفتيها قولي لي. طبعا مبارع. طيب. عيني يا أبا! عيني يا أبا! عايز آكل!
السم الهاري. احنا لسه اشتغلنا. ماليش دعوه، انا عايز اكله بس. تعال تعال هتطفح. هنطفح. عمر مرزوقة الشحطة ما كانت تحلم منها تيجي مكان زينا. بقى في ناس في الدنيا عشان في العز ده. الفلوس يا بنت تعمل اكتر من كده. ما الفلوس لبستك وزوقتك وشيكتك. خليتك ولا ولاد الزوات. وبعدين يا هلا. بس بصراحة بقى يا بنت يا مرزوقة، انت احلى من الناس دي كلها. نسخ روح. سرسق. اللي عرفك مطرح زي ايه؟ لما انا بقى واد نزهي قوي واحب النزاهه تمام. كل ما كنت اسقط لي على محفظه سمينه شويه احب بقى يا مرزوقة. تعالي تعالي نتفرج عليهم سوا يا مرزوقة. اصل بقالنا كتير ما شفناهمش. يا حرامي امشي اطلع بره، امشي اطلع بره يا خلي العيش والملح. الله 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 الله، ليه كده يا مرزوقة؟ ده انا كنت بملس عليهم بس وبتفرج عليهم واشم ريحتهم. الله ريحتهم حلوة يا بنت مرزوقة. شمي شمي، انت هتمشي ورا زهد ولا معرك الدار؟
انا كنت بمس عليهم بس يا مرزوق. هنيمهم هنيمهم مطرحهم هنيمهم. اصلهم وحشوني قوي قوي وانت حبساهم. اصل انا عمري يا مرزوقه ما شفت فلوس كتير قوي كده. فلوس كتير. عاوز الكلام ده يخيل عليا يا سرسه؟ صحيح دي الكلب عمره ما ينادل يا حرامي. يعني انت كنت فاهمه اني هسرقهم؟ اخص عليكي اخص. ده انا بحبك يا بيت. خلاص نسيت ايام زمان؟ ملعون ابو الفلوس اللي بتغير البني ادمين. انا ملعون ابو اليوم اللي شفناه فيه. ما كنا كويسين من غيرها. شوف يا سرسه الفلوس دي شاع عمري يا ابويا. لو فكرت تمد ايدك عليها هطحالك. وهون عليك يا بت. الله تسرقني وتقولي هون عليكي؟ تهون ونص. وحبينا يا مرزوقه اخص اخص. كل اللي بينا كده يروح في الهوا. طب اوعى كده ما تاكلش بعقلي حلاوه. شوف يا سرسه بكره الصبح تجيب لي خزنه حديد كبيره احط فيها الفلوس والمفتاح معايا. بوري قاد وشاي كشر لسيد المعلمين. اشكر يا نص. تشرب تعميره؟ ايوه. لا ملوش لزوم. انا جاي لك في كلمتين وعاوزك تفوق معايا. خير ان شاء الله تحت امرك. في واد عندك اسمه سرسة. سرياقوسي. أيوة. هو سرق منك حاجه لمؤاخذه؟ قادر كتير كتير قوي يا نص. ولفات يا خبر اسود. الواد ده لازم تجيب قراره بسرعه والا هيكت بالفلوس. التاريخ بقى له مده ما حدش بيشوفه. بقى الحكايه كده. لكن ما تخافش انا هجيبه لك حالا. انا هدور لك العيال بتوعي ورا منه. تعالوا هنا نزلوا على الترابيزه دي. ايوه ايوه بالراحه خالص. على مهلك على مهلك. عظمه تمام. مع الف سلامه. شكرا يا رجاله. السلام عليكم. مع الف سلامه. اتفضلوا اتفضلوا يا رجاله. الف سلامه. ايه مشوا؟ ايوه عشان تعرفي ان سرسة قلبه نضيف وزي الفل. حطيتها لك جوه في اوضه النوم. حط فيها فلوسك ومعاهم قلبي. والمفتاح ده بقى تخفيه تحت سبع ارض. ايه انت زعلت يا سرياوسي؟ حتى لو حبيت ازعل منك يا مرزوقه ما اقدرش. ما اقدرش يا بت. يا مرزوقه ده انت حته مني. يخرب بيتك كلامك بيخليني اشعر. تصدقي بالله انا عمري ما حبيت حب بالشكل ده. تعرفي الحب اللي بحبه لك ده احلى من بتاع السيما والتلفزيون. الا من الحق. ما جبت لناش تلفزيون ليه؟ اجيبهولك وبالالوان كمان. ايه رايك في ايه؟ في الالوان. ايه؟ لا بقى ما انا ماشي. على فين؟ يعني اسيبك براحتك يعني توضبي امورك وتحطي فلوسك في خزنتك. يوه ما بعدين؟ هي الدنيا طارت؟ لا معلش سيبيني براحتي. يعني دي حاجه في دماغي انا بقى. ايه ده الاكل جاهز. هرجع بنطة كده وهرجع لك تاني. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور انا بقالي اسبوع ما بنامش. عندك ارق؟ ارق؟ ارق. لا يا دكتور بقول لحضرتك ما بنامش. يعني طيب طيب يعني عاوز حاجه تنامني. طيب يعني. طيب طيب اتفضل. طيب. شكرا يا دكتور. مين؟ انا يا برع. افتح. حد يجي في ساعه زي دي؟ افتح يا برع حاجه مهمه. ايوه ايوه ايوه. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اسمعني كويس يا برعي.
اسمعني كويس. البت حياة العرجة شافت مرزوقة النهاردة في العجوزة. مرزوقة بنتي؟ أيوة. والواد اللي نشال معاها؟ لا، كانت بتشتري خضار ولحمة. خضار ولحمة؟ يا خبر اسود، ما مسكتهاش ليه؟ زاغت منها. وعرفت مطرحها؟ أقول له زاغت منها يقول لي عرفت مطرحها، بس ولا يهمك، بكرة الصبح هعطر لك فيها وهقلب العجوزة عليها. خضار ولحمة؟ ولا يهمك يا برعي، بكرة الصبح تكون عندك. فلوسي فلوسي يا رئيش، شقى العمر كله هتضيعه على بطنها بنت الطفصه. خضار ولحمه مرزوقه. ياه، البتاع ده بيخلي الواحد في دنيا تانية. سرسة. نعم. انت بتحبني بصحيح؟ اخص عليك يا مرزوقه، لسه ما تعرفيش. ساعات بتهيالي انك ما بتحبنيش. محدش في الدنيا دي بيحبني، حتى ابويا. ما تسمعي كلام يا بنت الناس، نحط ايدنا في ايد بعض ونشتغل، ده الشغل حلو والمكسب احلى. لا 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 يا سرسة، عشان خاطري ما تعكننش عليا وتجيب سيره الحكايه دي تاني. يعني ده اخر كلام يا مرزوقه؟ ايوه سر يا اوسي، وريح نفسك بقى. مش عاوزاك تزعل مني يا سرسة، والنبي اشربي. لا 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 يا سرسة، كفاية كده، كاس واحد وخلاص. مش زعلان مني؟ لا يا مرزوقة، ما تشربي، اشربي يا مرزوقة، قلتلك الكاس ده وخلاص. سرسة. أيوة مرزوقة. أنا راسي تقلت أوي. وأنا كمان. مرزوقة. أنا داخل أنام. مرزوقة مرزوقة مرزوقة. يعني لو كنت سمعت كلام يا مرزوقة كان جرى ايه؟ الله، مفيش نصيب بقى.
يا دماغي. لا. سرسة سرسة سرسة. فين الزمالك والعجوزه؟ ما لهمش في اي قطر. الخوف لا يكونوا سابوا البلد وطافشوا. ده حتى النص مش لاقي الواد اللي كان بيشتغل معاه. الواد الحرامي هو اللي يدور دماغها. مرزوقه ما تعملش كده لوحدها ابدا. اخ يا ناري لو يطب في ايدي لا اخلع راسه من جدته. ما هو انت يا برعي لو كنت حليت الكيس وبحبحتها على نفسك وعليها وعيشتها شويه ما كانتش طافشت يا برعي. لو كنت مقصر معاها في حاجه ابدا ما كانت عايشه وبتاكل. لا يخرب بيته لا يخرب بيته. مسيرنا ملاقيه. امتى يا ريس؟ بعد ما يشطبوا على الفلوس وياكلوا بيها اخضر ولحمه. العدوين فيك. يا ابن العربية. اهلا وسهلا. اهلا. شوف دول. ندفع 10 جنيهات ينفع؟ 10 جنيه؟ هات كمان 50 قرش. ما تزعليش. 50 قرش؟ هي دي فلوس. ندفع 11 جنيه ينفع ولا تاخديهم؟ هات. اتفضلي. حتى الشحاتة مرزوقة ما بقيتش قادرة عليها. طب هعمل ايه بس؟ محسنين لله حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. ايه؟ ما تفوقي معايا يا بنت الهبلة. ايه ما تحاسب كده وانت ايدك عاملة زي ايد الهون. امال بتاخدي جنيه على ايه؟ ما تفتحي شغلك يا بنت. ما انا قلت لك عايزة اجازة النهاردة وانت ما رضيتش. يعني ايه بتذنبيني؟ ما انت لسه واخدة اجازة من يومين. انا حرة اخد اجازة وقت ما انا عايزة. ما تكونيش فاكرة نفسك بتشتغلي في الديوان. بصراحة بقى
شغلك ده مش جايب هامه. انت ايه مركب عجل في رجليك؟ انت ايه ما بتهملش طول النهار؟ انا بقى خلاص اتهديت. انت هتدقي عليا يا بنت؟ امشي 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 لحسن افرق لك دماغك. انا ليا حساب مع ام خيشه، ام خيشه النصابه، مش عايز اشوف وشك هنا تاني ابدا. انت فاهمه يا بنت؟ يا بنت انت يا بنت. يعني عشان نقف جنب بعض بعد ما ضيعتيني. اهدى بس يابا واسمعني، وبعد كده اعمل فيها اللي انت عاوزه، ان شاء الله تذبحني. احنا عدونا واحد، ويد واحده ما تسقفش. ساعدني عشان الاقيه. بعد ما ضيعهم؟ لا ما تخافش، مش هيضيعهم. انا عارفاه كويس. أنا مش هستريح ولا يهدلي بال غير لما أشرب من دمه. آخ جيتيني ليه؟ جيتيني ليه؟ أنا كنت مستريح وأنت بعيدة عني. يابا أنا ما استغناش عنك ولا أنت تستغنى عني. ده أنا بنتك وبحبك. تقومي تسرقيني وتهربي مع الواد الصايع ده وتسيبيني بين الحياة والموت؟ أعمل إيه؟ ما أنت قلبك مليان قساوة. ده إحنا يبقى عندنا الفلوس دي كلها. تحرمني حتى من الاكل؟ يعني انت لو كنت بتكسيني وتوكلني زي بقيه البني ادمين كنت عملت كده؟ الف مره قلت لك احنا شحاتين شحاتين. بس معانا فلوس. ما هو لو شبعتي مش هتعرفي تشتغلي، هتتنمردي. اسمعي، دورتي على الواد ده؟ من الصبح هندور عليه سوا وهنلاقيه. لازم نلاقيه، ولما نلاقيه إذا ما ادلناش فلوسنا
السكين اهي، هقتله انا بايدي. اتفضل. تمام قوي. الله يخرب بيتك، ده انت كلت اللحمه كلها. ما ناكل زي ما هو اهو، ما تقولولي يا مرزوق، بلاش نسمم يعني ولا ايه؟ انت بيقول عليك يا هبله، ده انت تهبلي بلد بحالها. يوه خد يا بنت، تمسي بالطحينه عشان يجيلك مغص من كتر اللحمه. يابا ما تاكل وانت ساكت، هو كله طعم تمرين عليها والليله؟ ايوه يا اختي، ما انت اتعودت على اكل اللحمه. ده مين ده بقى اللي جاي في ساعة زي دي؟ مين؟ أنا ورع افتح. قوم افتح يا بنت، ده يا رئيس. شو صبحة؟ الله 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 الله، إيه الحكاية يا أبو رعي؟ أنت بقالك مدة يعني غرقان في اللحمة. أعمل إيه يا سيدي؟ أصل السفيرة عزيزة عايشة معانا اليومين دول. إيه ده؟ أنت ما اتعشيتش يا رئيس؟ لا اتعشيت بس من مدة يعني. مال يعني ايه التفاصيل واستخسار؟ اسمع بقى يا برعي، الشغلانه بتاعتك دي خلاص ما عادتش تنفعني. الواد الحرامي اللي خد فلوسك ده، انا بقى هشيل ايدي من الموضوع وعاوز الفلوس اللي صرفتها. وادي الكشف اهو. كشف ايه وزفت ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بقالي 5 سنين بصرف من جيبي. طب وانا مالي؟ يعني ايه؟ يعني تحل عن نافوخي. يبقى خلاص تزود النسبة، هاخد النص، نص المبلغ. ده انا اللي هاخد زمرة صحتك. ده كل شوية تنط لي هنا. يا بابا عزبني هموت. ده انا اللي هموتك واستريح منك. خلاص خليهم 40%. لا سيبهم سيبهم سيبهم. سيبوا يابا، سيبوا هتموته. طور يخرب بيتك، كنت هتموتني. ما انت طماع، عاوز تزودهم ليه؟ المصاريف زادت يا برعي، انت عارف كل حاجه بتغلى. ده انا قلبت مصر حته حته عليه، مفيش بقى الا هنا ادور في اسكندريه، في اسوان، في طنطا، ومستكتر عليا 40%، ده سمك في ميه يا برعي. ابيه ابيه، ربنا يخليك يا بيحن على عجز ابيه، ربنا يخليك، خلي المستشفى وعايز واحده منور. امشي ربنا امشي، شوف لك شغلانه شريفه. عايز اروح يلا يا بيه. بقول لك امشي يلا. استاذ يوسف وصل من بدري يا فندم، بس وصل لغايه المينا. وهي اول ما يوصل خليه يجي المكتب على طول. حاضر يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. ايوه يا فؤاد، دي مستندات عملت السويد يا فندم. طيب كويس، مين اللي هيسافر علشان يخلصها؟ الاستاذ يوسف يا فندم. لا يا فؤاد، انا اللي هسافر، وهي فرصه الواحد يغير جو. فعلا يا فندم، السويد اجمل بلاد الدنيا. اتفضل انت يا فؤاد. حاضر يا فندم. الو، اهلا 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 يا حياتي، صباح الخير. صحيت بدري كده ليه؟ لا 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 لا، انا عندي احسن علاج للارق. شوف يا ستي، انا عندي سفريه للسويد وهاخدك معايا. دلوقتي هتشوفوا مرزوقه هتعمل فيه ايه؟ هتجيبه من قفاه وتيجي. وحتى لو ما جابتهوش هو يعني هيروح مني فين؟ ده انا هجيبه من قفاه. الله، هنيالك يا برعي. هوبا اديها. يا سلام يا رئيس، انا الدنيا مش شيعاني. تعرف ان ما كنتش اعمى كنت اتحزنت ورقصت. الله، طب وايه يعني؟ ايه اللي مانعك يعني؟ هو انت هترقص بعينيك؟ قوم يا راجل احتجب. يا اخي قوم يا راجل، يا راجل احتجب. هوبا اديها اديها. يلا يلا يا برعي، اديها. كده اهو،
صباح الخير. صباح. الو. ايوه فؤاد، تعالى لي وحياتك علشان تاخد دوسيه عمليه اسبانيا، واتصلي بالاستاذ يوسف في المينا علشان عاوزه حالا، وتعالى علشان اقول لك حاجه مهمه قوي. حضرتك مش هتقابل مندوب شركه التامين يا فندم. خليه يفوت عليا بعدين. خد الدوسيه ده واصرف لي 100,000 جنيه من البنك. حاضر يا فندم. حضرتك بتندهي على حد؟ مش معقول. انا احمد ابو المجد، باسبوري بيقول كده. كذاب انت سرسه سريعوس. يا هانم يخلق من الشبه 40. لا انا قلبي ما يكذبش عليا ابدا، انت سرسه وبتتهرب مني. يا هانم هانم ايه وزفت ايه؟ انا مرزوقه. اياك شغرك الفستان اللي انا لابساه، ولا شويه البويه اللي انا دهنا بيهم خليتي. لا يا سريعوسي فوق، انا مرزوقه وانت سرسه. يا هانم انا مش السرسه ده اللي بتقولي عليه، انا احمد ابو المجد. حضرتك عاوزه ايه؟ عاوزه حاجات كتير قوي. حاجات ايه؟ اول هام عاوزه عمري اللي ضيعته عليك يا سرسه. بلاش كلام فارغ، خش في الموضوع. كده يبقى عاوزه كل حاجه، كل حاجه تملكها يا ابو المجد، بتاعتي انا، ملكي انا، بفلوسي وفلوس ابويا، حتى المكتب القبعه اللي انت قاعد عليه ده، حتى البدله اللي انت لابسها، كل حاجه. انت زهري اتجننتي. هي كلمه واحده ملهاش رد. انا هديك 1000 جنيه وتنسي اللي فات كله، مفهوم؟ كتر خير خيرك. اسمعني كويس يا سريعوس، يا ابو المجد، يا اللي تكون. انا لحد دلوقتي ماسكه نفسي وبكلمك بالعقل وبيني وبينك. بعد كده صوتي هيعلى وهفضحك قدام الناس اللي بيحترموك وفاكرينك بقى بحق وحقيقي، هقول لهم على حياتك. اضربي دماغك في الحيطه يا حبيبتي. كده وشوفش. تعالوا يا فندم محترمين، تعالوا شوفوا البيت الكبير اللي مشغلكم وفتح بابكم من حرام. كاسيون وشوفش، ولا ما يشتري يتفرج. ابو المجد بتاعكم ده اللي طول عمري نط من اتوبيس لاتوبيس يلعب راسه من جيوب الناس. سريعوس النشال على اخر الزمن بقى احمد بقى ابو المال. جاب الفلوس دي كلها منين؟ ضحك عليا وسرقني، سرق شقايا وشقى ابويا، شقى عمرنا، فهمني انه بيحبني وهيتجوزني وسابني، سرق فلوسي وطار. حد فيكم كان يعرفه؟ حد فيكم كان سمع عنه؟ اصرخي زي ما انت عاوزه، تملي الدنيا صريخ، محدش هيصدقك. اسكندريه كلها واحد واحد، تعرف مين هو احمد ابو المجد. لما تحبي تنصبي يا شاطره دوري على واحد عظمه طاري تنصبي عليه، انما انا لا. برا، اطلعي برا. اوعى ايدك، قطع ايدك. انا خارجه يا سرسه، بس وجيني النبي وانا سايباك يا حرامي. برا، كل واحد يشوف شغله، يلا. بس العروسه وصلت. مرزوقه، ايه اللي حصل يا مرزوقه؟ ايه اللي حصل؟ مرزوقه الو. اي يا فندم، لسه واصل، دقيقه واحده. الو، اهلا يا روحي،
اهلا 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 يا روحي. انا خلاص اتفقت على كل حاجة. اتفقت مع النادي يا حبيبتي، هعمل لك حفلة ما حصلتش، وحياتك ثلاث موظفين من عندي في الشركة متفرغين لتوزيع الدعاوي. ثانية واحدة يا روحي. ايوه روحي. ها؟ لا ابدا، انا كنت مملة كاسي. لا هنام بدري. مسيلي على دادي قولي له هابي دريمز. تصبحي على خير يا روحي. تصبحي على خير. باي باي باي، مع السلامة. خطوة عزيزة يا مرزوقة هانم، عرفت البيت ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش يا أحمد بيه. أعمل لك كاس؟ لا تشكر، بطلته من أيامها. روح أنت يا عبدو. اتفضلي اقعدي يا مرزوقة هانم. أنا مش جايلك عشان أقعد يا أحمد بيه، أنا جايلك في كلمة ورد غطاها. أنا تحت أمرك. تتجوزني. أتجوزك؟ سرسع، أنا مستعد أنسى اللي فات كله، أنسى البهدلة اللي بهدلتهاني، أنسى حتى البنت اللي كنت بتكلمها دلوقتي، أنسى كل حاجة ونرجع زي زمان. عيبك يا مرزوقة إنك بتتكلمي عن زمان. زمان ده خلاص انتهى، احنا ولاد النهارده. يعني ايه؟ نسيت اللي فات كله؟ نسيت اني كنت بحبك وانت بتحبني؟ لكن لا، انت كذاب، انت ما كنتش بتحبني. كنت بحبك. انا خلاص ما بقتش سرسق سرياقوسي اللي كنت تعرفيه، انا بقيت واحد تاني، عايش في مجتمع تاني وناس تانيين وظروف تانية. أنا اتغيرت يا مرزوقة. أنا كمان، أنا كمان اتغيرت يا سرسة. لا، أنت لسه مرزوقة بنت برع الشحات، ما اتغيرتيش ومش هتتغيري. أنت مش بتقولي إنك بتحبيني يا مرزوقة؟ أيوه. يبقى لازم تضحي. انا اللي ضحي يا سرسه؟ الحب كده يا مرزوقه، تضحيه. سرسه راح العيشه القديمه، راح العيش والملح، والغلط اللي وقعت فيه لازم تصلحه. انت عاوزه ايه بالظبط؟ عايزاك يا سرسه، عايزاك. كل ده ومش فاهم؟ لا لا، مش هيحصل. انا تعبت يا مرزوقه، تعبت كتير علشان اطلع فوق فوق، ما عنديش استعداد انزل ابدا. انا احمد بيه ابو المجد، وانت مرزوقه بنت برع الشحات، مش ممكن نتقابل ابدا. اسمعي، الالف اللي قلتلك عليهم ممكن يبقوا الفين. ها؟ لا، اخر مره بقولك، هوتني هوتني، راجع نفسك قبل ما تندم. هندم؟ هندم على ايه؟ على فترة الكوارع اللي هتحرميني منها؟ لا، هتندم على كل اللي عملته فيا. طيب طيب يا سرسة،
تكون في داهيه. يا الماما يا حرش يا حرش كده يا واد يا سرسه. تقولي الامانه الشحات ينور مننا ولاد صنعه واحده. ليه تخوني الامانه يا كحل؟ قول يا معلم. هو فين؟ هاتهولي. مسكوني رقبته. استنى انت يا برعي، دورك لسه ما جاش. الدور دلوقتي عليا انا. ما تنساش اني صارف دم قلبي عليه. فكوه. تفكرها سايبه؟ انا هوديكم في داهيه، هرميكم في السجن واحد واحد. يا حراميه يا شحاتين. تعال هنا. قوم بقى انت بقى، هتودينا في داهيه وتحطينا في السجن. شوف احنا بقى مش هنعمل فيك حاجه من دي خالص، احنا هندفنك بالحياه. اديهوني يا رهيش وانا اخلص عليه. لا يا برعي، احنا هنضيفه الليله، هنضيفه في التربه لغايه الصبح. لا التربه لا، انا في عرضكم. يلا انتوا عايزين ايه؟ لا لما تصرف الاول عشان تعرف ان انا ما بنهزر. لا انا مستعد اديكم كل حاجه، بس التربه لا. لا مرزوقه مرزوقه. يا الله لو انت ما حد سامعك. مرزوقه. يلا اهجم. دي تربة فردوس، ما تخافش يا حرامي، أم مرزوقة معاك. فردوس فردوس قبل الضيف اللي جايلك ده اللي سرق فلوسنا. يا فردوس خلص البنتك اللي عملوا فيها، لما عظم كل فيه حوالين رقبته. طلعي البلا على جدته يا وليا. مدولك طول العمر طول العمر. انا مش عايزه منك حاجه خالص غير فلوس ابوك، وربنا يسهل لك طريقك. انا عليا ليك يا مرزوقة، انا كل تحت امرك. لو عرفوا اني طلعتك هيقتلوني، لكن معلش انا هعرف اتفاهم معاهم وهديهم. تعالي معايا يا مرزوقة، انا بتكلم جد. تعالي معايا وسيبك من الناس الهامك دول.
الناس دول اهلي يا سرسر، وعمري ما هقدر اطلع منهم. المهم شنطتي تملاها زي ما كانت. هستناك في حتتنا بكره الظهر، ومعاك فلوسي على داير مليم. حاضر يا مرزوقة. على داير مليم يا سرسر؟ على داير مليم. لو لعبت بديلك القبر لسه مفتوح. عارف والمرة دي مش هتلاقي اللي يطلعك، فاهم؟ عارف. احنا كتير قوي يا سرسر، مش هتقدر تهرب مننا طول عمرك. بكرة الظهر الفلوس هتكون عندك يا مرزوقة، وانا اللي هجيبهم بنفسي. مع السلامة يا سري أوسي. مع السلامة يا مرزوقة. مع السلامة. بقينا العصر ولسه ما شربش، عملتيها فينا تاني. عارفة لو ما جاش يا مرزوقة أنا هدفنك مطرحه. أنا تعبي وشقايا ما يروحش بلاش. أهو. مش قلتلكم؟ أهو جه. أه؟ فلوسكم اهي، كل الفلوس اللي خدتها مرزوقه منك. كام؟ وريني يا برعي وانا اعدهم لك. انا هعدهم بنفسي. بنت مرزوقه جاي فيها طوب يا ابن الحراميه. نهار اسود يا نهار اسود. الظاهر يا فندم ان حظ التعس هو اللي وقعني في الورطه دي. انا اسمي زي مكتوب في البطاقه زي ما حضرتك شايف، احمد ابو المجد. الاسم التاني ده مش عارف جابوه منين. واضح يا فندم انهم كانوا يعرفوا واحد زمان اسمه سرسق. سرسق يا فندم. كذاب يا سعاده البيه، هو سرسق النشال مفيش غيره. يا سياده القاضي، دي عناصر هدامه في المجتمع عايشه على الهامش، والمجتمع لازم يتخلص منهم نهائيا. وده يتم من وجهة نظري لو اشتغلوا، لو انتجوا لصالح الشعب ولصالح الوطن يا فندم. بفلوس الناس يا حرامي. اسكت يا راجل انت. متشكرين يا استاذ احمد. ممكن امشي دلوقتي يا حضرة القاضي؟ اتفضل، مع السلامة. من زمان وانا نفسي اخدك في حضني، بس يا خساره قلبك بقى جامد. انت شلت قلبك وحطيت مطرحه قلب طوب، وعشان كده القلب ده لازم